الحرص على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً يحتذى به لمعاني الجمال، جمال المظهر في العمارة والحضارة، وجمال الجوهر في مثل الإنسان من أهل هذه البلاد، وإصراره على تحويل كل قبيح إلى جميل. فكانت مشيئة القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة أن تكون أبو ظبي عاصمة الجمالين، جمال المظهر وجمال الجوهر. في قلب أبو ظبي يستقر المجمع الثقافي، منارة لجمال الشكل والروح والعقل ونبل الهدف. من هذا المكان يبزغ كل يوم فجر جديد للفكر والثقافة والعلوم والفنون والآداب في العاصمة أبو ظبي. يتألف المجمع الثقافي بأبو ظبي من 3 مبان، 2 منها في وسط المدينة مقابل المسجد الكبير عند التقاء شارع المطار القديم بشارع زايد الأول، والثالث في منطقة تتوسط مدينة زايد الرياضية ومبنى دار القضاء الشرعي. ويعتبر الأول المبنى الرئيسي، حيث يحتوي على مكتب رئيس مجلس الأمناء وقاعة اجتماعات المجلس ومكتب الأمين العام ومكاتب الأمانة العامة، وفيه مقر دار الكتب الوطنية ومقر مؤسسة الثقافة والفنون ومرافقهما. وقد صمم المبنى على الطراز العربي الإسلامي، فتميز بالأقواس الكثيرة والممرات الطويلة المسقوفة والمقامة على أعمدة سامقة. ويتكون مبنى المجمع الثقافي من 3 طوابق عدا الطابق الأرضي، وتحيط به من جميع جوانبه ساحات واسعة تتخللها الحدائق والممرات المسقوفة. وفي ركن من أركان المجمع أنشئ المسرح الروماني الذي تمارس فيه مختلف الفعاليات الثقافية على الهواء الطلق.